السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس التاسع، وفي هذا الدرس سوف نتحدث عن أحد الأدوات المستخدمة في الكيرفز، منها الأوفست، منها الكاب، منها الإن بتوين، وفي هنا الكيرف بولين. خلينا نحذف هذا الكلام. طيب، أولا نستخدم هذا. إحنا في الكيرف تولز في الأوفست، هل بوث سايد ولا نوت بوث سايدز؟ ثم خلينا بوث سايد اولا، ديستانس وليكن 5، وكالتالي بحنا بوث سايد. في كاب، هو الرسم ديت عشان فيها كاب. خلينا نبدا من اول، ان في لاين كالتالي. هذا اللاين هنقول ان في اوفست، الكاب نون، الديستانس 2 على هذا الاتجاه. خلينا نحذف، نقول ان في اوفست البوث سايدز، اوفست مع الكاب راوند بوث سايدز، اصبح في عندنا كاب الناحية دي وكاب الناحية دي. طيب، النقطة الثانية وهي ان لو في ريكتانجل وفي ريكتانجل وفي هنا سيركل، عايزين نرسم خط من النقطه ديت ان بتوين. اولا هنفعل الاسناب، ثانيا هنرسم لاين. احنا بنذكر ان في ان بتوين شيفت كنترول بتوين السنتر او النقطه ديت للنقطه دي، حتى الكواد، هذا الكواد بكذا رسم من اللاين. طيب، النقطة الأهم، نتخيل في عندنا كيرف وفي عندنا كيرف، عايزين نضم هذين الكيرفين ونحذف الفراغ. ممكن بترم وممكن كيرف بولين. ازاي كيرف بولين؟ هنختار الكيرفين بولين كيرف، طبعا ديليت انبوت هيكون اول، الريجون من اليسار من اعلى لاسفل 1 2 3، لازم يكون الفريم الخارجي متحدد. ثم انتر، هيكون طبعا الفراغ بهذا الشكل. خلينا نحاول هذا الكلام يكون في مثال اوضح، وفي سيركل كيرف بولين انسايد ريجنز، وأصبح عندنا هذا الشكل. أتمنى يكون هذا الدرس بسيط وسهل، وفي الدرس القادم هنتحدث عن الشيبس وبعض التيبس والتريك.